سور فاصل ما بين الجنة وما بين النار، اسمه الأعراف. يحبس عليه أقوام يمنعون وهم فيه محبوسون، يلتفتون إلى الجنة فيعرفون أهلها بسيماهم، لكنهم لم يدخلوها وهم يطمعون، يتمنى يدخل بس ما يقدر يدخل. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أيضا يعرفون أقواما بسيماهم، هذا فلان وهذا فلان، ولكنهم عندما يرونهم يخافون، وكيف لا يخاف وهو يرى النار يحطم بعضها بعضا، فيلجأون إلى الله، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. شوف الآن الخوف، شوف الألم، شوف الحسرة، وهو محبوس لا يستطيع أن يذهب إلى الجنة. كم يجلس؟ يمكن يوم، يمكن 10 أيام، يمكن 50 يوم، الله أعلم، لكن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني لو حبس 5 أيام معناه يحبس 5000 سنة. لماذا حبسوا يا كرام؟ لأنهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، لأنهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. يا الله، احنا قلنا الحسنة مثقال الذرة، صح؟ يعني يمكن لو قال سبحان الله بحمده زيادة ما وقف في هذا المقام، يمكن لو قرأ 10 أحرف من القرآن ما وقف في هذا المقام، يمكن لو تصدق بريال ذاك اليوم على الفقير ما وقف، يمكن لو رد السلام على اللي سلم ما وقف. شفت الحسنة؟ هذه الحسنة اللي الواحد منا تمر عليه الساعات أحيانا وهو لا يبالي. لا لا لا، الحسنة مهمة يا أحبة، حسنة مهمة يا أحبة، حسنة مهمة يا أحبة.